السلام عليكم، عيد مبارك سعيد أستاذ صالح أوسار، الكاتب الإقليمي لنقابة التجار والمهنيين إقليم القنيطرة. نريد أن نسألكم من فضلكم عن موضوع إغلاق المحلات التجارية بالقنيطرة يوم عيد الفطر غدا إن شاء الله الأحد. بالفعل فيما يخص قضية إغلاق المحلات اللي شغلت الرأي العام خصوصا المحلي والوطني كذلك، فلجنة اليقظة التابعة للمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار المهنيين ظلت في اتصال طيلة اليوم بالسادة المسؤولين على الداخلية، وبالفعل تم إخبارنا من طرف السيد باشا مدينة القنيطرة بإغلاق جميع المحلات ليوم العيد. فعل هذا الإغلاق غادي يشمل جميع المتاجر في المدينة من تجار ديال تجارة القرب ومن مهن أخرى. لهذا بوجه ندائي من خلال جريدتكم إلى جميع تجار مدينة القنيطرة بإغلاق محلاتهم يوم العيد إن شاء الله طيلة ليوم العيد حتى إن شاء الله الاثنين، على ما جاء على لسان السيد الباشا بأن الإغلاق سيكون طيلة يوم العيد.